حبيبنا أكرم. يعني إحنا أنا الصراحة أكرم أعرفه من 30 سنة، خيال سابق له باع في عالم السباقات والميادين. أول بطولة حصدها أكرم أي سنة أكرم حصدتها كفارس؟ أول بطولة بال 99 على نسيخ، حصان أيمن لا أكرم؟ فريدي مش في عمر؟ فريدي حصان جواد البلا بلا 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 قبل 32 سنة. 32 سنة أكرم فارس، ما شاء الله عليك، الله يمدك بالقوة والعافية أبو محمد. يعني في شباب 25 سنة، أو خلي الشباب الموجودة اللي عمرها 35، ما وعد ما تعرف. أبو العدنان شباب يا القاهرة أيضا داخل أرضية الميدان بن أونيل وفرات المالكين ملاك ثروة عباس وعباس مدرب عباس عواودي أبو سند من كفر كنا، قيادة ستكون لزنور. وين دجلة؟ 2019 مفتوح درجات جيل الثلاث سنوات، ما شاء الله تبارك الله. القاهرة بن أونيل وفرات ثروة عباس وعباس مدرب أبو سند عباس عواودي من كفر كنا، ما شاء الله تبارك الله. الخيول في وسطنا العربي إن شاء الله، زنور يعتني صوت القاهرة. القاهرة ما شاء الله تبارك الله. يلا حبايبنا اللي مالي شغل داخل أرضية الميدان، نخص بالذكر أمام البوابات، أمام اللي هناك. انبح صوته الزلمة، انبح صوته، ضعفان والله نازل 40 كيلو يمكن الصيف هذا. شباب الله يرضى عليكم، شوي لورا الله يرضى عليكم. شباب شباب مجدي مجدي شوي لورا عم يوتف. يلا على صوت صخر بالانس، بين بالانس وصخرة بنت نفاطة الملاك آدم ومحمد انجيدات المدربين اسطبلات الأمريكي، قيادة لعبد العصيبي. صراحة امبارح أنا على اليوتيوب تابعت عبد العصيبي في ميدان المذبح، التصوير من بعيد والله اتخربطت بينك وبين سالم العقبة أبو آدم، نفس الركبة تقريبا صراحة. الله يحماكم أبو آدم، إن شاء الله نشوفه اليوم مع ديباوي بشوط الكبار. أياس أبو جبل على صوت فايتر بن ولدار وعبلات ناصر الملك أمير هيب مدربين اسطبلات الأسمر بقيادة المدرب فراس أسمر كعبية، والقيادة لأياس أبو جبل على صوت فايتر. دجلة بن ماجيك وبنت العندم مالك حمادة زعرور المدرب حمادة، القيادة لمصطفى. التوفيق للجميع، السلامة طبعا لفرساننا والخيول والجماهير الغفيرة. لحظات مفتوحة معدودة لتفتح الأبواب أمام خيول أو البوابات أمام خيول المجموعة الخامسة. وفعلا اخواني ينطلق الشوط الخامس على بركة الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، انطلاقة موفقة للمجموعة الخامسة. زنور على صوت القاهرة متصدر هذا الشوط من البداية، ما شاء الله تبارك الله. صخر بالانس بالمراتب الثانية، فايتر الآن بالمراتب الثانية تقدم، بسم الله ما شاء الله. القاهرة ما تزال متصدرة هذا الشوط مع الخيال زنور. الأمهار والمهرات في مجموعة واحدة بقبالة دخولهن المنعطف الأول. القاهرة ما تزال متصدرة ومتسيدة هذا الشوط. أياس أبو جبل يحاول تقليص الفارق مع فايتر. هاي الخيول الآن تخرج من المنعطف الثاني،
وتدخل الخط المستقيم. القاهرة بسم الله ما شاء الله ما تزال متصدرة وتسيدة هذا الشوط. أياس أبو جبل على صاوة فايتر يحاول الاندفاع من الداخل. عبد العصيبي مع صخر بلنص أيضا يحاول. القاهرة بسم الله ما شاء الله وفايتر. القاهرة مع زنور. القاهرة مع زنور. القاهرة بالمرتبة الأولى مع زنور. بسم الله ما شاء الله. فايتر بالمرتبة الثانية مع ياس أبو جبل. هي على اسم قاهرة المعز فهي قاهرة ما شاء الله تبارك الله اليوم. قاهرة بمعنى الكلمة بهذا الأداء الأسطوري. نعم يا عباس تحيي لك على هذا الإنجاز الكبير لقاهرة. ما شاء الله تبارك الله. مركز أول بكل جدارة واستحقاق منذ البداية حتى النهاية. جهوزية عالية في الأداء والتدريب. قيادة موفقة وحكيمة من زنور غدير. ما شاء الله تبارك الله. ألف ألف مبروك عباس عوادي. نعم القاهرة هي قاهرة المعز واليوم قاهرة الخيول. ما شاء الله تبارك الله في هذا الشوط. ابنة الفاحل هنيل والأم فرات ثروة عباس. تحية لك ثروة عباس. أخونا محمود صاحب الفحل الكبير إنجاز يتوج هذه القاهرة بإنجاز والأروع يا عباس. ما شاء الله تبارك الله كل التحية. ألف ألف مبروك حبايبنا. مبروك حبايبنا. مبروك مبروك عباس. مبروك ثروة عباس. القاهرة ما شاء الله بأداء والأربع. فايتر حاول في الأمطار الأخيرة اللحاق لكن لم تسحبه المسافة. إن شاء الله في قادم السباقات. يلا حبايبي افتحوا لنا مجال. افتحوا لنا مجال لفايتر ما شاء الله تبارك الله أداء والأروع لهذا المهر. ما شاء الله تبارك الله. فايتر بين الفحل والدار الفحل المصري والدار. نعم عبد الناصر المالك امير هيف استبلات الاصفر كل التحيه والتقدير. اياس ابو جبل قياده موفقه اتى ما شاء الله من بعيد. اخونا مهدي عباس تحيه لك. بارك الله فيك على تتويج هذا الشوط. مشكورين. اخونا مهدي بارك الله فيك دائما متواجد حبيبنا. صخر البالانس بن بالانس ولهم صخرة بنت نفادة أيضا أداء رائع لهذا المهر. عبد العصيبي أداء والأروع للمالك آدم ومحمد الجيدات الصبرات الأمريكي. ألف ألف مبروك أخونا مهدي عباس تتويج هذا الشوط. مشكورين 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 العباس الكرام من كفر كنا. بارك الله فيكم. مبروك حبايبنا.